مع ارتفاع معدلات الفقر في العراق والتي وصلت إلى نحو 23% بحسب وزارة التخطيط في الحكومة في العراق، ووصول معدل البطالة إلى أكثر من 22%، لجأت الكثير من العوائل في العراق إلى بناء دور بسيطة على أراضي الدولة التي لم تقم الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 ولغاية الآن بتوزيع قطع أراضي للفقراء والمحتاجين في العراق، بالوقت الذي تتجاوز فيه الأحزاب والميليشيات على بنايات وأراضي الدولة دون أي محاسبة. المقطع التالي تتحدث فيه امرأة من محافظة البصرة عن قيام بلدية البصرة بإزالة منزلها وإزالة منازل أخرى دون إبلاغهم بموعد الإزالة، فلنشاهد. زين حجي اعطوكم تعويض؟ لا ما رجع البصري شو ما اعطوني؟ لا فلت ولا عانه ولا الف ولا يعني اجوا قبل ازاله كل شيء؟ هذا شو قال لنا؟ قلنا شنو ما اعطيكم ولا فلس؟ الحكومه ولا فلس كلها عوضات هذا المكيف الاحزاب ما في دور لو تلتف الحزب لو اطلع هاي شوف البيوت يعني ليش والله ظلم بالعباس ظلم هذا الفقير هو هذا الفقير ليش والله ظلم والله عار عليكم يا الاحزاب عار عليكم فلشوا البيوت وعزب معروف ومعين بالموانئ اللي هو سيد ناجي سيد ناجي ما كفيت كافي سيد ناجي كافي مو راح اقول لك حتى بيوتك هسه مو بس بعد حاطط صفي ما زادوا ملح على وياي وبالتالي سوي هاي السوايه وياي بالتالي سوي هيك يشتكي علينا وعلى فروخي انت شو عندك ولك انت شو عندك انت بس احنا نقول يا الله نكاظر بالله واحد فيك الحمد لله احنا بسوده Oh, I'm not.